ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يعني كنا قد تحدثنا بالسابق عن البيانات الاقتصادية ومدى تأثيرها على مسار التعاملات في أسواق العملات تحديدا، يعني النشاط الصناعي الذي سجل انكماشا واضحا في الولايات المتحدة، هل أثر على أداء الدولار ومؤشر الدولار بداية؟ صباح الخير. بالفعل صدرت يوم أمس بيانات مؤشر مديري المشتريات لكل من قطاع الصناعات التحويلية وكذلك قطاع الخدمات، وكانت المفاجأة في بيانات مؤشر قطاع الصناعات التحويلية، حيث أظهر المؤشر أسوأ قراءة له منذ خضم جائحة كورونا، حيث انكمش القطاع في أسوأ انكماش له منذ ذلك الوقت، وهذا ما تسبب في حالة من التذبذب الشديد في الدولار الأمريكي، إذا اختلطت توقعات المستثمرين الآن بالنسبة لتوجهات الاحتياط الفدرالي الأمريكي خلال الشهر المقبل. ما تزال التوقعات تشير لاحتمال أن يرفع الفدرالي الأمريكي الفائدة، لكن الآن أصبحنا نرى بأن الأسواق المالية شبه منقسمة بشكل تام بين احتمالية رفع الفائدة 75 نقطة أساس و50 نقطة أساس، وهذا ما ترك الدولار ضمن مستوياته المرتفعة لكن مع تذبذب كبير. الآن بالنسبة لهذا اليوم نحن بانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التي ستسبق تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الجمعة المقبل، وبالتالي الدولار الأمريكي سيبقى على الأرجح في حالة من التذبذب، خصوصا مع توقعاتي بأن نشهد بيانات تظهر انكماش آخر في قطاع المنازل الأمريكي وتباطؤ في مبيعات السلع المعمرة، وهذا كله قد يبقي على التوتر في تحركات الدولار كما شاهدنا يوم أمس لحين تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الجمعة المقبل. نعم سركيس، يعني هذا التذبذب الحاصل في الدولار أثر أيضا على أداء اليورو، لاحظناه يعني أدنى نقطة التعادل، هل تتوقع استمرار تعمق التراجعات لليورو مقابل الدولار؟ بالفعل توقعاتي تشير إلى احتمالية أن نرى المزيد من الانخفاض في اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حتى لو شاهدنا تذبذب في اليورو أمام الدولار، حتى لو حاول الارتفاع، لكني أعتقد بأن اليورو قد يشهد المزيد من الانخفاض. هنالك ما يدعم هذه النظرة، وهي أني أعتقد بأن الفدرالي الأمريكي يجب أن يكون متشدد للغاية، لأن الاقتصاديين وكذلك الأسواق المالية بدأت تفقد ثقتها بالاحتياطي الفدرالي مع بقاء التضخم مرتفع جدا، بالتالي على الفدرالي الأمريكي أن يبقى متشدد خلال الفترة المقبلة، مما قد يبقي على الدولار الأمريكي قوي، وبالتالي أعتقد بأننا سنشهد مستويات 98 سنت وربما 97 سنت لليورو مقابل الدولار الأمريكي، وهذه مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 20 عاما مضت. حتى مرة أخرى، حتى لو شاهدنا تصحيحات على اليورو صاعدة، لكن هذه التصحيحات قد تكون مؤقتة بفعل حالة التذبذب على الدولار الأمريكي. نعم، وعن هذه التصحيحات يعني هل سنشهدها أيضا على العملات السلعية التي أيضا تراجعت إلى مستويات قياسية في ظل القوة التي تمتع بها الدولار والتحركات يعني معدلات الفائدة المختلفة بين البنوك المركزية والفدرالي الأمريكي؟ بالفعل العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي، الدولار الكندي والدولار النيوزيلندي تحاول الارتفاع بين الحين والآخر، لكن إلى جانب قوة الدولار الأمريكي هنالك موضوع آخر مهم يضغط بشكل إجمالي على هذه العملات، وهو توقعات انخفاض الطلب العالمي على السلع. هذه العملات مرتبطة في النمو الاقتصادي العالمي والسلع، بالتالي مع توقعات أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤ ملموس وربما ركود العديد من الاقتصاديات بحسب صندوق النقد الدولي، فهذه العملات قد تبقى تحت ضغط هابط، رغم أن الاحتياطي النيوزيلندي على سبيل المثال رفع الفائدة لمستويات أعلى حاليا من الفدرالي الأمريكي عند 3%، لكن في نفس الوقت يبقى الدولار النيوزيلندي والأسترالي والكندي أيضا تحت ضغط هابط إجمالي بمعاناة مع توقعات انخفاض الطلب العالمي على السلع. نعم محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات.